السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. سوف نقوم اليوم بشرح درس جديد من دروس اللغة العربية الترم الثاني، أول وحدة يا ولاد معانا اسمها عجائب وغرائب. أول درس هيقابلنا درس طيور لا تطير. طيب يا مس، عايزين نعرف الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ كلنا متفقين يا ولاد كلنا بنشوف إن الطيور كلها لها أجنحة وريش، لكن قدرتها على الطيران، قدرتها يعني طاقتها وقوتها، وعكسها هنا عكسها، قدرتها على الطيران متفاوتة. يعني ايه متفاوتة؟ مختلفة. طيب في طيور يا ولاد بتطير في الفضاء، وفي طيور بتعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك، وفي طيور بتطير فوق الأشجار وعلى الشواطئ وبعضها بيقف على قمم الجبال. اللي على قمم الجبال يا ولاد يعني أعالي الجبال، عكسها صخور. طيب ايه اللي حصل؟ في الطيور اللي لا تطير دي، طب اشمعنى الطيور دي لسه لا مش بتطير؟ لان اجنحتها لا تساعدها على الطيران. زي ايه؟ مثل النعام، الديك الرومي، الطاووس، طائر البطريق. طيب احنا كلنا عارفين طائر النعام، كلنا بنشوفه في حديقه الحيوان، والديك الرومي كلنا عارفين الديك الرومي موجود في بيوت الفلاحين، وطائر البطريق ده دايما هتلاقيه موجود على الشواطئ. طيب التلاميذ قرأوا معلومات وهم يتصفحون وهم يقرأوا موسوعة علمية في المكتبة. إيه بقى؟ قرأوا إيه في الموسوعة العلمية دي؟ قرأوا كل طائر من الطيور اللي إحنا هناخدها دي، اللي هي الطيور التي لا تطير. طيب اقرأ معايا أول جزء كده، بيقول لي كل الطيور لها أجنحة وريش، كل الطيور لها أجنحة وريش. طيب السؤال ممكن يجي لي هنا، ما الصفات التي تشترك فيها الطيور؟ الصفات التي تشترك فيها الطيور لها أجنحة وريش. طيب وفيما تختلف؟ ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة. فهناك طيور تطير في الفضاء. السؤال الثالث، سؤال في القطعه دي ممكن يقول لي هنا وضح قدره الطيور على الطيران متفاوته، وضح ذلك. هقول له لانها تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك فوق الاشجار وعلى الشواطئ، وبعدها يقف على قمم الجبال العاليه. طيب السؤال اللي احنا شرحناه دلوقتي، لماذا لا تطير بعض الطيور؟ هقول لا تطير بعض الطيور لان اجنحتها لا تساعدها على الطيران. مثل ايه؟ اذكر بعض الامثله للطيور التي لا تطير، مثل النعام وطائر البطريق والديك الروم، تمام، وكمان والطاووس. طيب بعد كده بيقول لي قرأ التلاميذ، انا قلت لك التلاميذ قرأوا المعلومات موجوده فين؟ قلنا في المكتبه. طب كانت موجوده في الموسوعه، قرأوها فين؟ في الموسوعه العلميه. السؤال ممكن يجي يقول لي اين قرأ التلاميذ معلوماتهم عن الطيور؟ هقول في موسوعه علميه في المكتبه. طيب تعال بقى نمسك مع بعض كده طائر طائر. اول حاجه طائر ايه؟ طائر دي كروم، انت طائر النعام. بص يا ولاد كده في السبوره، طائر النعام انت شايف ايه كده على في طائر النعام اللي قدامك؟ والله انا شايف يا مس ان له اجنحتان بس لا تساعدهم على الطيران. طيب انت شايف ايه كمان؟ انا شايف كمان انه له رجلان طويلتان قويتان. ايه الرجلين الطويلتان القويتان دول بتعملوا ايه؟ بيستخدموها في ايه؟ بيستخدموها بتمنحنه قدره عجيبه على الجري. يعني ايه كلمه تمنحنه؟ يعني تعطينه قدره عجيبه، يعني قدره غريبه على الجري. طيب لو جه السؤال في الجزء ده وبيقول لي صف طائر النعام، وصف لي طائر النعام، او لماذا لفت طائر النعام انظار التلاميذ؟ هقول قرأ التلاميذ هذه الموسوعة وهم يتصفحون الموسوعة في المكتبة، وقد لفت طائر النعام. أول طائر النعام هنا هقول إيه؟ فمع أنه طائر ضخم، دي صفات ومميزات طائر النعام، طائر ضخم، فإن له جناحان لا يستخدمان في الطيران. أنا بوصفه كله، بقول فمع أنه طائر ضخم له جناحان لا يستخدمان في الطيران، وله رجلان طويلتان قويتان تمنحنه قدرة عجيبة على الجري. طيب ممكن السؤال يجي لي بطريقة تانية، يقول لي ما الذي يمنح طائر النعام قدرة عجيبة على الجري؟ هقول رجلاه الطويلتان القويتان. طيب بعد كده طائر البطريق، زي ما احنا شايفين طائر البطريق قدامنا في الصورة اهوت يا ولاد، طائر البطريق برضه من الطيور التي لا تطير، لكنه ماهر في السباحة. يعني ايه كلمة ماهر؟ يعني بارع ومجيد. طيب ماهر في السباحة، احنا عارفين السباحة اللي هي العوم، ماهر في السباحة وصيد السمك، وله قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. ده اللي احنا شايفينه قدامك هو طائر البطريق، شايفين انه له جناحان صغيران، ادي الجناحان اهم الصغيران، وله قدمان اهم، انت شايفهم؟ مع المطوار لا، دول قصيرتان.
ماشي من حمص او ايران. طيب لو انا جه هنا السؤال وبيقول لي صف طائر البطريق او ايه بما يمتاز طائر البطريق، هقول طائر البطريق لا يطير، له قدمان قصيرتان وجناحان صغيرات، وبيمتاز بمهاراته في السباحه وصيد السمك. خد بالك ان كل طائر له صفات له مميزات. بعد كده اديك الرومي، اديك الرومي كلنا عارفين ان هو لا يطير، وكلنا عارفين ان هو بيعيش في بيوت الفلاحين، مذهوبا يعني فخورا معجبا، يبقى كلمه مذهوبا فخورا معجبا ومنضها متواضعا. طيب اديك الرومي لا يطير يعيش في بيوت الفلاحين مذهوبا بدي شغلانه عندنا، وزيه الذي يشبه المروحه، زيه الذي يشبه المروحه. طب السؤال في الجزء ده بيقول لي انا عايش اديك الرومي هقول في بيوت الفلاحين وبما يزهو، هقول يزهو بريش واللامع الملون وزيه الذي يشبه المروحه. طيب بعد كده زي ما احنا قرأنا هو تديك الرومي، هندخل على الطائر الطاووس. طيب الطاووس يا ولاد ماله؟ طائر الطاووس ده من الطيور التي لا تطير، وطائر الطاووس ده وهبه الله يعني اعطاه او منعه، وعكسها حرمه او منعه، وهبه الله زيلا جميلا وريشا الوانه عجيبه. طيب سبحان الله، شفت ربنا مديله ايه؟ مديله زي جميل وريشة الوانه عجيبه. خدت بالك ان كل طائر من الطيور اللي احنا شرحناها ربنا خد منه حاجه واعطاه حاجه ثانيه، منحه حاجه ثانيه، يعني في طائر النعام ربنا اخذ منه ان هو لا يطير، مش بيطير مع انه له اجنحه، لكن اداله رجلان طويلتان قويتان تمنحه قدره عجيبه على الجري. طائر البطريق مع ان ربنا شايف ان هو قدمه قصيره وجناحان صغيران، الا ان ربنا اعطاه ماهر في السباحه وصيد السمك، تمام؟ وبعد كده خدنا الديك الرومي والطاووس، يبقى نقول في الاخر تبارك الله احسن الخالقين. طيب تعالى معايا كده يا سنه رضا ونشوف كده الكلمه ومعناها اللي احنا انتبهنا ليها في الدرس، معنى قدراتها طاقتها وقوتها، معنى كلمه متفاوته مختلفه، معنى الفضاء الجو، معنى تعلو ترتفع، معنى طهب تنزل، معنى قمم الجبال احنا قلناها القمه هي اعلى الجبل، معنى كلمة العالية المرتفعة، معنى كلمة يتصفحون يبطئون، معنى لفت جذب وشد، معنى كلمة ضخم احنا قلنا ان هي كبير الحجم، معنى كلمة تمنحناه قلنا تعطينهم، معنى عجيبة غريبة، معنى كلمة ماهر بارع مجيد، معنى كلمة السباحة العرب، معنى كلمة مذهوبا فخورا ومعجبا، معنى كلمة وهبه اعطاه ومنحه، معنى كلمة تبارك تنزه من كل عيب تعالى وقدر خيره. بعد كده المفرد والجمع قدرة جمعها قدرات، جمع الفضاء زي ما قلنا الأرضية، جمع طائر طيور وطير، جمع البطريق البطارقة والبطاريق، جمع الديك الديوك والديكة، جمع الطاووس الطواويس، جمع موسوعة موسوعات، جمع المكتبة المكتبات، جمع ضخم ضخام، جمع جناح أجنحة، جمع رجل أرجل. بس خد بالك في فرق ما بين رجل ورجل، هنا قدامك جمع رجل أرجل، جمع رجل رجال، جمع عجيبة عجائب، جمع ماهر ماهر لون ومهرة، جمع زيل زيول وأزيال، جمع المروحة المراوح. طيب وبعد كده هنتبه لكلمة المفرد والجمع، مفرد كلمة ريش ريشة، مفرد الأشجار الشجرة، مفرد الشواطئ الشاطئ، مفرد قمم قمة، مفرد الجبال الجبل، مفرد النعام النعامة، مفرد المعلومات المعلومة، مفرد أنظار نظر، مفرد ديون بيت، مفرد الفلاحون الفلاح، مفرد الوان لون، مفرد الخالقين الخالق. بعد كده الكلمه مضاده، مضاد كل بعض، مضاد قدرتها عجزها، مضاد الطيران الهبوط، مضاد متفاوته متساويه، مضاد تعلو تهبط، مضاد تتنقل تستقر وتقيم، مضاد يهبط يسير، مضاد قمم سطوح، مضاد العاليه المنخفضه، مضاد تساعد تقل دم، مضاد لفت سرطة، مضاد ضخم ضئيل، مضاد طويلة تان قصيرة تان، مضاد طويلة تان ضعيفة تان، مضاد تمنح انه تحرم انه، مضاد عشيقة عادية ومألوفة، مضاد الجري التوقف، مضاد ناهي فاشل، مضاد السباحة الغرق، مضاد صغيران كبيران، مضاد يعيش يموت، مضاد مذهولة متواضعة، مضاد اللامع المتفق، مضاد يشبه يختلف، مضاد وهبه حرمه او منعه، مضاد جميلا قبيحا، مضاد احسن اسوا. تعالى بعد كده بقى نتذكر مع بعض كده الاسئله كده اللي انت فهمتها من خلال الدرس. احنا قلنا اول حاجه من الصفات التي تشترك فيها الطيور وفيما تختلف، قلنا الصفات اللي تشترك فيها الطيور، ايوه انا سامعاك وانت بتقول ان لها اجنحه وريش وفيما تختلف في قدرتها على الطيران. بعد كده
ده علامة صح أو غلط؟ ممكن يجي لي السؤال بأكتر من طريقة، قدرة الطيور على الطيران متفاوتة، دي صح، طب وضح ذلك، هقول إن هناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك فوق الأشجار على الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية، وهناك طيور لا تطير. ممكن يجي لي سؤال كمان مرة، لماذا لا تطير بعض الطيور؟ ليه بعض الطيور لا تطير؟ ده سؤال مهم، لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. اذكر أمثلة للطيور التي لا تطير. الطيور التي لا تطير احنا أخذناها دلوقتي، قلنا طائر النعام، طائر البطريق، طائر الديك الرومي، طائر الكاموس. أين قرأ التلاميذ معلوماتهم عن الطيور؟ قلنا في موسوعة علمية في المكتبة. لماذا لفت طائر النعام أنظار التلاميذ؟ حيث أنه طائر ضخم، له جناحان لا يستخدمان في الطيران، وله رجلان طويلتان قويتان تمنحنه قدرة عجيبة على الجري. ما الذي يمنح طائر النعام القدرة العجيبة على الجري؟ رجلاه الطويلتان القويتان. صف طائر البطريق. طائر البطريق لا يطير، له قدمان قصيرتان وجناحان صغيرة، وخد بالك علشان دي ممكن تطير فيها، له قدمان قصيرتان وجناحان صغيرتان. بما يمتاز طائر البطريق؟ هقول يمتاز طائر البطريق بمهاراته في السباحة وصيد الأسماك. بعد كده، أين يعيش الديك الرومي وفيما يزو؟ يعيش الديك الرومي في بيوت الفلاحين وفيما يزو، بيكون مزروعا بريشه اللامع وزيره الذي يشبه المروحة. بعد كده، ماذا وهب الله الطاووس؟ وهب الله الطاووس ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة. ماذا تقول عندما ترى مثلا جمال بعض الطيور؟ أقول تبارك الله أحسن الخالقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.